المسلسلات طبعا زي ما بقول لكم انه المسلسلات هي اللي بتحظى باهتمام كبير من المواطنين في رمضان. بالامس ناقشنا مسلسل جمال عبد الناصر او صديق العمر، الذي يحكي قصة العلاقة بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، وعملنا مواجهة بين أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والفنان جمال سليمان، وهم عندهم تحفظات شديدة على المسلسل حتى فيما يتعلق بأداء الفنان جمال سليمان، وكان في مواجهة تتعلق بهذه القضية. في الجزء الثاني هيبقى عندنا أيضا مناقشة تتعلق بمسلسل آخر. لكن كمان بالأمس دخل على الخط الفنان عمرو مصطفى وهاجم بشدة الفنانة التونسية هند صبري في مسلسلها الذي يعرض الآن. معايا عمرو مصطفى. عمرو أهلا بيك. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير، ازيك يا عمرو؟ ايه اللي استفزك دفعك إلى الهجوم على هند صبري بهذا الشكل، وبعدين هاجمتها على اعتبار أنها تونسية ولا يجب أن تناقش مشاكلنا وقضايانا بهذا الشكل؟ والله دلوقتي احنا في ثورتين قاموا في مصر، ثورة 25 وثورة 30، صح؟ اه. الثورتين دول قاموا عشان الفساد، مظبوط؟ اه. سبب الفساد في مصر هو القوى الناعمة والمسلسلات وحرية التعبير. والتحرش الجنسي اللي حضرتك كنت بتناقشه دلوقتي ده برضو مسلسلات كتيرة كانت بتقوم بيه وبتروج ليه عن طريق أفلام وعن طريق حاجات كتيرة، كانت سبب في ان الشباب دلوقتي، وعن طريق عبد موطة وعن طريق أفلام كتيرة جدا خلت الشباب يتجرأ على البنت المصرية. وبالتالي دلوقتي احنا دلوقتي بنقول الفساد الفساد الفساد. انا عايز اعرف دلوقتي اما رئيس الدولة بيقول مصر هتبقى ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وتيجي ممثلة مش مصرية تطلع تقول في مسلسل مصر زبالة، اما وزير السياحة دلوقتي بيدفع ملايين الجنيهات عشان يسوق للسياحة ويسوق ويعمل ان هو ندوات واطلع انا على الغردقه واطلع واتعب نفسي واسيب اولادي واسيب بيتي واسيب حالي عشان اطلع نسوق للسياحه، وفي الاخر هي جايبه مصر الطيران المضيفات بيطلعوا ويتريقوا وصورتهم وحشه. فين وزير السياحه؟ وفين وزير الثقافه؟ الاستاذ جابر عصفور بيعمل ايه؟ اما واحده بتطلع تقول مصر زباله، جابر عصفور بيعمل ايه؟ وزير الثقافه بيعمل ايه؟ ما جايز، انا مش عايز اجتزئ يا استاذ عم، ما جايز ده في سياق العمل الفني، هي تمثل شخصية والشخصية بتقول هذا الحوار. تعبنا من الأعمال الفنية وحرية التعبير، الفساد في مصر، وتروح تعمل مسلسل لتونس، تروح تتكلم عن الغنوشي وتتكلم عن بلدها، ما تتكلمش عن بلدنا هنا. والكاتب اللي كتب المسلسل ده يجب محاكمته، ولازم مصر للطيران ووزارة السياحة ترفع قضية. النهارده أنا شايف الأزهر طلع اتكلم عن وزير الثقافة وقال لك خلاص احنا قمنا بثورتين، وأنا بأيده تماما. شيخ الازهر بيطلع دايما شكله مش كويس في المسلسلات، وزاره الداخليه بتطلع ظباطها في المسلسلات شكلهم مش كويس، ونيجي بعد كده نقول هم بيموتوا. طب ما تجيبوا الناس اللي بتموت، الراجل اللي بيفك القنبله اللي مات دوت، وفي منه امثله كتيره موجوده في مصر، ما بتعملوش مسلسلات ليهم ليه؟ دلوقتي الفساد اللي في مصر سببه الفن، عرفناها خلاص وتعلمنا وعرفنا ان ده من حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع ان انا اعمل لك حاجه زي عسل اسود، او اعمل لك مسلسل بيناقش الفساد، ادخل جوه اللاوعي بتاع المواطن ان الشخصيه دي فاسده، وبالتالي يبتدي المواطن ده ياخد انطباع ان ده فاسد خلاص من غير ما يعرف ان فيه نماذج كويسه. فبالتالي انا ما بنق... انا ما ب... على فكره ما بهاجمش اشخاص، انا بهاجم افعال. يعني انت شفت ان مسلسل امبراطوريه مين للفنانه هند صبري في اهانه للمصريين واهانه طبعاً لمصر، يعني طبعا، واهانه لحضرتك واهانه لكل اعلامي. اما حضرتك تقول مصر زباله وتطلع المضيفات بالمنظر ده، مضيفات مصر للطيران اللي انت وزير السياحه عمال بيدفع ملايين الجنيهات عشان يرجع السياحه تاني لمصر، اما المسلسل ده يتعرض في الفضائيات وفي الخليج وفي كل الحاجات دي، في حد هيحجز مصر للطيران؟ في حد هيجي سياحه في مصر؟ احنا هنهزر يا جماعه؟ لازم الناس دي تتحاكم يا جماعه، لو عايزين تحاربوا الفساد حاكموا الناس دي. طيب عمرو، انا عايزها تروح بلدها تعمل المسلسلات دي، ما تجيش في بلدي هنا. وعلى فكره انا مش عنصري، انا جبت حسين الجسمي غنى بشرة خير، اللي هيغني لمصر وهيحترم مصر جزمته فوق راسي، ولكن اللي هيقل ادبه على مصر بره. اه بس انا يعني مش عايز يعني اتجاهل ان كان عندي عدد كبير من الفنانين والفنانات الذين ينتمون. يا فندم النهارده نقابه الاطباء بتقدم مسلسل دكتور امراض نساء، ما هو مطلع المنظر فعلا، برافو عليهم.
النهارده الناس بتتحرك، المدرسين لما المدرس يطلع شكله مش كويس لازم نقابه المدرسين نقابه المعلمين تتحرك. لكن احنا مش هنقعد نقول فساد فساد، اللي بيدافعوا عن حريه التعبير هم الفاسدين اللي بيدافعوا ويقول لك الفساد في مصر. طب ما انت بتحارب من هنا تقول لي حريه التعبير وتفسد الشعب وفي الاخر تقول لي هو الفساد دوت من الحكام، مفيش حاكم هيعرف يحكم. ده انت موافق كده؟ كان معايا المهندس ابراهيم محلب في اول ايام رمضان واتهم فيلم حلاوه روح بانه مسؤول عن التحرش الجنسي لانه احد المتهمين اللي تم ضبطهم عنده 13 سنه وكان بيقلد بطل الفيلم، هكذا قال رئيس الحكومة. يعني أنت بتأيده في هذا الكلام؟ طبعا يا فندم، يا فندم عرفنا دي حرب من حروب الجيل الرابع، حروب الجيل الرابع من ضمنها الفن، إن أنا أطلع لك المهن بطريقة سيئة، فالشباب أو الشعب يبتدي إن هو يستوعب. هقول لحضرتك في بعض الشركات المياه الغازية عاملة دلوقتي إعلان عن الأسماء، الشعب كله عامل الأسماء دي النهاردة، أنا بحرك الناس عن طريق الفن. رغم ان ممكن تكون الشركه دي من الناس اللي كانت بتدعم الثورات وبتدعم حروب الجيل الرابع وبتدعم كل ده، لكن الشعب بينسى الفن هو حربك اللي جايه. وهو ده كلامي وهفضل اقوله وهفضل احارب فيه، لان انا ما بحاربش اشخاص، انا بحارب افعال. ده مسلسل ضد مصر، المسلسل اللي ضد مصر يا اما الناس اللي انا ما بطالبش ان انا اوقف حد، انا بطالب دلوقتي بمحاكمتهم. محاكمتهم انت بتطالب بمحاكمتهم على الفور، يعني مش وقف مسلسل بقى ولا منعه، لا محاكمتهم. انا يا فندم ما عنديش مؤسسه بتعمل بديل للفن ده، يعني ما عنديش مؤسسه وطنيه بتعمل مسلسلات وطنيه، مش موجوده. فبالتالي انا همنع ليه؟ لان ما عنديش بديل، لان دلوقتي الشعب بيفسد، مصر بتفسد، بتديك صوره سلبيه عن المصريين. انا دلوقتي السياحه مش هتشتغل، وزير السياحه بيدفع ملايين الجنيهات من جيوب المصريين عشان يدعم السياحه، وبيجي مسلسل مصروف عليه ملايين من جهه انا ما اعرفهاش يدمرها. طيب تونس يا جماعه تروح عموما مسلسلاتها. عمرو مصطفى بتوجه ليك بالشكر، الف شكر. يعني في كل الاحوال دي ملاحظات، لان احنا في عالم المسلسلات والناس بتتهم المسلسلات والأعمال الفنية بأنها ساهمت في انحدار المجتمع، هكذا يقولون. لما رئيس الحكومة بيقول ده وبدأ معانا هذا البرنامج بهذا الكلام مما أثار جدلا شديدا، وقلنا لكم أنه هنبقى ننظم مناقشة تتعلق بهذا الجدل في بعض المؤيدين وبعض المحتجين عليه أيضا.